مشاهدينا الكرام السلام عليكم من جديد مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من دواكم في يديكم. كما قلت لكم الاسبوع الماضي ممكن نتكلم لكم على نوتيلا ولكن ممكن نخلوها الاسبوع القادم نتكلم عليها مفصلا الا ان النوتيلا هذه كثير من الجزائريين عندما يروحوا الخارج يجيبوها ويحبوا يعطوها لاولادهم لانها لذيذه جدا هذه شركه فيريرو هي اللي تعملها الا ان المنظمه الدوليه للصحه ومنظمه اوروبيه ايضا وجدوا بان النوتيلا هذه استعملوا فيها زيت البالمي زيت النخل هذا تاع اندونيسيا وهذا الزيت عندما يسخن يلحق الى 200 درجه يتغير وترجع تدخل فيه ماده تتكون فيه ماده اللي تسبب في السرطانات ولهذا صار تحفظ كبير عليه الشركه فيريرو تقول بان وسائل تسخين زيت النخل هذا تاع إندونيسيا ماهيش كالوسائل الاخرى وانها وانها تحاول ما تكونش التسخين ما يوصلش الى 200 درجه حتى يكون هذا الماده المسرطنه لكن احنا نعرف شركات تختلف في تسويق منتوجاتها ممكن المخابر في بلدان العربيه بصفه عامه بلدان المغرب لابد انها تحاول تراقب مكونات هذا النوتيلا اذا تسوقت نوتيلا في بلداننا لان بعض الاحيان الشركات تسوق نوع ما في الغرب ونوع اخر لبلدنا الناس لنا ما يبحثوش فالرجاء الانسان دائما وابدا يتحفظ عندما يبدا يشري مشاكل اشياء هذه كنوتيلا اليوم راح نتكلموا على المعدنوس بعد ما تكلمنا على القرفه وعلى القرنفل وعلى الزنجبيل وعلى الكركم المعدنوس ليش المعدنوس لان فيه فوائد هائله قبل ما نتكلموا عليه نعاود نتكلموا لان مازالت تجيني رسائل كثيره وقلت انا ما نقدرش نجاوب عليها انتهينا من الجواب الا ان بعض الاحيان في ناس لهم امراض خطيره جدا ممكن ان نحاول ان نجاوبهم بطريقه او اخرى الا ان في خلال هذا ما نقدروش نعطوا تشخيص، ما نقدروش نعطوا وصفات شخصيه وما ما نقدروش نعطوا راي على ملفات اخرى، لكن نعطوا اشياء تطبيقيه كما قلناها في الماضي، غالب الاحيان هي اشياء تهم الحميه نتاعنا الماكله تعنا، و او نعطي وصفات لعلاجات طبيعيه عند مختصين الحصة هذه تبث دائما في اليوم هذا وتعاد تعاد في الغد يعني يوم السبت ويوم الأحد ويوم الثلاثاء يوم السبت والأحد على الساعة التاسعة ونصف بتوقيت لندن ويوم الثلاثاء على الساعة, الساعة 12 ونصف بتوقيت لندن الناس اللي ما قدروش يشوفوا الحصه ممكن يروحوا الموقع المغاربيه اللي هو على الشاشه وموجود هنا الصفحه الاولى توري لهم تعطيك الموقع العام وبعد من هنا يضغط الانسان على عفوا يضغط الانسان على البرامجنا نعطي برامجنا اللي هي دخل الانسان في صفحه البرامج وفي صفحه البرامج الانسان ينزل الى اسفل الصفحه في البرامج ليشوف فيها ادواكم في يديكم عندما يضغط على ادواكم في يديكم يدخل الكل الحصص ف ممكن الانسان يتجاوز كل هذه ويكتب هذا الرابط اللي راه موجود على الشاشه الان الرابط هذا هو مباشره يدخلكم في الحصص تاع دواكم في يديكم الوصفه تكلمنا عليها عده مرات والان موجوده قلنا موجوده بالفرنسيه والعربيه ولابد الانسان حتى ما يضلش يكتب لي ونكتب فيها كل اللوازم لكل الامراض الجهاز الهضمي والامراض العامه اللي هي غالب الاحيان مزمنه فهذه تعطي ارشادات لكل الناس كيف ممكن يعالجوا نفوسهم بانفسهم وممكن الانسان يحصل عليها في بالكتابه الى الايميل وبعد ان شاء الله راح تكون على الموقع كما وعدناكم في الماضي المعدنوس يسمى المقدنوس ايضا بالفصحى الاسم العلمي نتاعو هو بيتروسيلينيوم ساتيفوم او بيتروسيلينيوم ساتيفوم بالانجليزيه وهو يعني الكرفس نتاع الصخور بيتروسيلينيوم سي لو سيلري دي روشي في المغرب يسمى بمعدنوس، مقدانوس في المشرق وبالفصحى الصفه المهمه هو ان يعتقد العلماء انه اكل وعلاج في نفس الوقت كالثوم والبصل والجزر او الزروديه Le, le, courasse, le poireau et le, le, le rachède, ou le rashad ou le gernounish. Euh, ils disent que euh, un des plus précieux aliments de sécurité que la nature a mis généreusement à la disposition de l'espèce humaine. C'est-à-dire que, اثمن الماكولات اللي الطبيعه يعني الله سبحانه وتعالى وضعها في خدمه الانسان وكعلاج وكتغذيه المكونات تاعو هي في كثير من الفيتامينات من بينهم الفيتامينات الاساسيه هي الفيتامين ا والفيتامين بي وهذا لاسيد فوليك وفيه آه لاسيت فوليك خاصة للنساء اللي تكون حوامل أو اللي تكون مرضعات وفيه الفيتامين سي، الفيتامين سي هذه فيه كمية آه ثلاث مرات أكثر من آه كمية الفيتامين سي في البرتقال في التينا وفي الكروم. المعادن تاعو مهمة جدا لأن نشوفوا اللي راح تعالج آه أمراض كثيرة فيها الحديد وفيها الكالسيوم، الفوسفور، اليود، لاتيرويد، المنغنيز، البوتاسيوم، النحاس والسيليس الأشياء اللي نستعملوها في المعدنوس، إحنا نعرفوا بأننا نستعملوا الورق نتاعو. غالب الأحيان نشوفوا النساء في البيت القطمير هذا نتاعو يرموه في في الزبل وهذا خطا كبير جدا لانه مهم وفيه كثير من الفيتامينات اللي ذكرناها و من الناحيه الطبيه تستعمل حتى البذور تاعو يبدو لي احنا في بلدان المغرب العربي عندنا القصبر في فيما يخص حشيش مقطفه لكن ما عندناش البذور نتاع المعدنوس وممكن الناس ينتبهوا لهذا الجانب ويعودوا يحاولوا كيف يتحصلوا عليها لان فيها فوائد كبيره جدا خاصه للامراض النسائيه من الفوائد الكبيره للمعدنوس هو انه منشط عام للجسم يقوي الجانب يقوي الجسد ويقوي الاعصاب في وقت الروم كانوا يمدوه للمكافحين نتاعهم هذو قبل ما يبداو الكفاح في الصطاد هذو اللي هم لهم لي هذو فيقولوا بان يعطيهم قوه ويعطيهم قوه التحرك ايضا منشط عام منشط في للجهاز الهضمي منشط للدم قضية الأنيمية مهم جدا منشط القوي الرحم وحتى منشط هرموني يقوي شيئا ما الغدة الدرقية والجلون السيوغينال. بعد التنشيط مطهر يطهر الجسم تاعنا وينقي من ينقيه من الجراثيم خاصه في الجهاز الهضمي في المصران وفي الجهاز البولي. أنتيس سبازموديك يعني ان الالام هذه اللي يديرهم بعض الاحيان الحجر في الكلى في في المراره ينحي الاوجاع هذه ينحيهم علاش؟ لانه يرطب كل العضلات لي اللي الليس هذو الرطبه العضلات الصغيره هذه في المصران في الكلى في الجهاز البولي بصفه عامه حتى لافيسي المشاكل لافيسي ثاني يعالجها والتهابات في الكلى عنده مفعول قوي عليها. ثاني يساعد على الاوجاع في في المراره وخاصة أيضا في الرحم. وفي نفس الوقت عنده مفعول في تذويب الحجر كيكونوا في يا إما في الكلى يا إما في المراره. فيما يخص الجهاز الهضمي المعدنوس بشتى انواعه نرى الانواع فيما بعد ان شاء الله يقوي الشهيه عند الانسان واذا تقوت الشهيه غالب الاحيان ممكن الانسان يستعمله مع يا اما البسباس كبسباس اللي ناكلوه ولا البسباس تاع الخلاء اللي هو اوراق فقط فهذا راح يعمل يعطي شهيه قويه ويساعد ايضا على الهضم، كاين الناس بزاف اللي عندهم مشكل في الهضم خاصه الكبار ويساعد الناس اللي عندهم كونستيباسيون كرونيك، الامساك مزمن، الناس اللي غالب الاحيان تعبانين، الناس اللي عندهم فقر الدم والناس اللي ارقاق عدة مرات تكلمنا عن النحافة وما زالوا الناس يتكلموا لي عن النحافة فاستعمال استعمال المعدنوس راح يساعد كثير على هذا بيسون ديوريتيك يعني يخرج الـ 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 المياه السوائل اللي موجودة في الجسم خطرات الانسان يشوف يديه منتفخين رجليه منتفخين البطن تاعو منتفخ فالمعدنوس بشتى استعمالاته يساعد على ازال هذا النفخ في 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 الجسم ومن الاشياء اللي يساعد عليها هي لا دو خاصه عند النساء وخاصه في اوضاع معينه السوائل هذه اللي ما تزولش تبقى مركبه وتعطي حتى لا هذه راه يساعد عليها المعدنوس كثير الناس طبعا اللي يحبوا يفقدوا الوزن يفكروا في استعمال المعادنوس كتيزانة أو كعصير عصير ويفكروا بأن ممكن يستعملوا هذا مع الصيام العلاجي اللي تكلمنا عليه كثير بما أنه مطهر لكل جسم ويخرج السموم يعالج بصفة قوية أشياء مشاكل الروماتيزم ومشاكل لاغتخوز النقط نفس الشيء لان في نفس الميدان المشاكل مشاكل الروماتيزم ومشاكل ولا والغط كلهم في منظور الطب الطبيعي هو هما عباره عن تراكم سموم في المفاصل ولهذا المعدنوس عندما يزين هذه راح يساعد على مشاكل الروماتيزم الارتوز في نفس الوقت بما انه ينحي السموم راح يعمل تطهير للجسم كامل وكما قلت اذا كان الانسان يستعمل هذا مع الليمون ومع الصيام العلاجي وشويه زنجبيل وقرفه وقرنفل، كل هذا راح يعطي الانسان صحه كبير أنتيانيميكي ريكونستيتيو طبعا لأنه قوي من كثير من المعادن وخاصة الحديد يساعد بهذه الطريقة في أمراض الانيمي تقريبا كل أنواع من الانيمي ويساعد الناس اللي نشوفهم دائما تعبانين ما يقدروش يتحركوا خاصة النساء اللي دائما في الدار وما يتحركوش كثير كل هذا الناس يساعدهم حتى الأولاد اللي ممكن ما يكبروش بالخف الانسان ممكن يعطي لهم تيزانات تاع المعدنوس وحتى يدير لهم شويه عسل في باش يشربوها لكن ثلاث مرات اربعه في النهار راح يساعد الاولاد ثان باش ويكبروا مليح. سيدوغيفيك فيبريفيوج يعني انه يكون العرق يخلي الانسان يعرق وعندما يعرق الانسان راح الحمى تنزل فممكن الانسان يستعمله في كل الامراض كيما غريب كيما الامراض اللي مكونه من طرف جراثيم انتيليتو كتبته بالاحمر عمدا لان النساء يساعدهم في كثير من الاشياء اللي راح نشوفوها فيما بعد الا ان فيما يخص النساء اللي المرضعات ما يقدروش يستعملوا المعدنوس لانه راح يحبس لهم الحليب لكن في نفس الوقت النساء اللي حابين يحبسوا الرضاعه ويكون عندهم الحليب كثير فممكن يديروا يقطعوا المعدنوس ويديروه على الثدي حتى تراكم الحليب هذاك يزول والحليب يبدا ينقص نرجع دائما الى قضيه النساء المعدنوس مهم جدا في عده اشياء من بينها العاده اذا ما كانتش منتظمه المعدنوس يساعد على انتظامها النساء اللي عندهم الام في خلال العاده فممكن يستعملوا كثير كعصير او يستعملوا كتزانة ولا حتى فيه ماده اللي موجوده في المعدنوس هي اسمها لابيول لابيول هذا يتباع خاصه في بلدان الغرب يتباع في الصيدليات ولا في لي ماغازين وممكن النساء اللي يكونوا في حاله حاله الام خلال العاده ممكن يستعملوا لابيول هل يساعد ولا يساعد في ما يساعد فيما يخص عدم وجود العاده البحوث مختلفه لكن بما ان فيه معادن كثيره بما ان يقوي الانسان ممكن النساء اللي ما عندهمش العاده ممكن يجربوه بفائده قويه ان شاء الله وفي بعض الاشياء الاخرى الامراض النسائيه امراض الرحم كما لي بيرت بلونش هذو فين النساء ممكن يستعملوه هنا يستعملوا البذور نتاعو مش الاخر ممكن يستعملوا الجانب الاخضر اللي يستعملوه يعني الاوراق نتاعو والقطمير الا ان في الحاله هذه البذور هي اللي فيها فايده كبيره من اجل هذه الماده لابيول اللي هي موجوده خاصه في البذور فممكن يستعملوا 100 جرام نتاع بذور في ريت لا يغلوها يعملوها اون ديكوكسيون يغلوها لمده خمس دقائق هكذا على نار بارده ومن بعد يستعملوها داخليا في ما يخص جهاز القلب المعدنوس يعمل على توسيع الشرايين في جسم الانسان وعندما تتوسع الشرايين يكون انخفاض في ضغط الدم فكل الناس اللي عندهم مشكل مع ضغط الدم اول شيء ممكن يعملوه بدون اعراض جانبيه بدون اعراض جانبيه هو مثلا هذا المعدنوس احنا قلنا في الماضي ان الناس اللي عندهم ضغط الدم ممكن يستعملوا عصير الخيار والبسباس والكرافص وغالب الاحيان عندما اعطيت وصفات الا وزدت لها المعدنوس مع الثوم فالكرافص الثوم البسباس والمعدنوس يجربوا الانسان يعمل عصير بهم ويشرب ثلاث مرات في النهار ويشوف بعد اسبوع بان ضغط الدم ينزل كثير. استعماله الان كيف نستعملوا المعدنوس؟ غالب الاحيان نستعملوا خمسين غرام خمسين غرام تاع مع معدنوس خضر هكذاك ني في فيريت لا ما نغلوه لمده خمس دقائق ونخلوه هكذا مغطي لمدة 15 دقيقة ومن بعد الإنسان يشرب كوبيات كما يقولوا من هذه زوج كيسان كبار في النهار وهذا غالب الأحيان للنساء اللي يحبوا يقلوا من مشاكل العادة الشهرية ولا يحبوا انتظامها فالنساء اللي حابين يحبوا يوقفوا الحليب لأن ممكن انتهوا من الرضاعة أو لمشاكل لأسباب أخرى واللي يحبوا ينقصوا من تراكم الحليب ممكن يستعملوا يدقوا المعدنوس ويوضعوه على الثدي ويخلوه هكذاك مثلا في الليل ويخلوه في المكان هذا الى الصباح الطريقه الاخرى واللي هي احسن هو استعمال المعدنوس كعصير يقبض الانسان ربطه مع دروس ويعقبها في الاله هذه تخرج له العصير وهذا لتطهير الجسم وفي نفس الوقت انتي سبازموديك يعني ينحي الالام هذه تكون في في المعده في الجهاز الهضمي في الجهاز البولي في المفاصل في كل هذه مليح ثانيا ممكن الانسان يعمل به كما قلنا تيزانه كما قلنا في الماضي 15 خمسين غرام في ريت ماء ويشرب مرتين ثلاثة ثلاثة في النهار ولا ممكن الإنسان يستعملهم بالقطن باش آه على إذا كان عنده جروح ولا عنده لي بلو هذوك آه انضرب في كاش مكان واللحم انحرد هكذاك ممكن يعمل دي بالتيزانة نتاع المعدنوس آه في هذه الحالة ممكن أحسن إذا كان شوية الاتزان هذه كانت شويه ملده سخونه شويه ممكن الانسان يستعملها عندما يغسل الشعر او والناس اللي عندهم الشعر يتساقط ممكن يستعملوا كشغل او يغسلوا بعد ما يغسلوا شعرهم بالصابون ممكن يستعملوا هذا ويقوي باش يقوو يقو الجسم بال الناس اللي عندهم يتساقط من حين لاخر ممكن ينقصوا من هذا التساقط بالطريقه هذه يستعمل ايضا تستعمل تيزانه هذه الشاي تاع المعدنوس لتنقيه الجلد تاع الانسان يدين الوجه وحتى حتى الوجه الظاهره تاع الانسان تولي صافيه الطريقه الثالثه واللي هي طبية احنا نستعملها كثير هذه في كثير من الأمراض هو أن الإنسان يعمل حمام تاع اليدين وتاع الرجلين بان دو بيه دو ما. في الحالة في حالات كثيرة منهم حالة العادة الشهرية اللي فيها مشكل حالة مينوبوز في حالات اللازم لأنه يأثر أيضا إيجابيا على الجهاز التنفسي وفي حالات السعلة خاصة عند ذري الصغار كيف نعمله بطريقة هكذا الإنسان يستعمل زوج حفنات زوج حفنات نتاع معدنوس تقريبا ممكن ربطه في زوج ريلتات الماء يكون غير ما تغلى عندما نوضع المعدنوس في اناء معين يتغلى الماء نفرغ زوج ريلتات على الماء مغطي لمده ما نخلوش يبرد بزاف يبقى لابد حار بطريقه اننا نقدروا ندير يدينا فيه ولا رجلنا فيه ففي الصباح مثلا الانسان يوضع رجليه لمده عشر دقائق وقاعد يقرا في كتاب ولا يعمل تريكوتي ولا حاجه وفي المساء يعاود يسخن نفس الزجريتلات هذو نفس الشيء هذا ويعمل فيه يديه لمده عشر دقائق بعد هذا يرمي الماء هذا في اليوم الثاني ممكن يعمل نفس العملية في الصباح اليدين وفي المساء الرجلين أو العكس كما كما يحب وهذا لمدة أسبوع أو حتى يشوف بأن المشاكل اللي عنده يا يعني إما العادة الشهرية ولا قضية المشاكل لي بوفي شالور هذو تاع لا مينوبوز ولا ولا حتى يشوف بأن الأعراض تاع هذه بدات تزول طبعا في المطبخ ما ما نقول لكم كيف تتعاملوا المعدنوس الا ان فيه شيئين ممكن نحب نقولهم الا وهو دائما وابدا المعدنوس او العقاقر الاخرى التوابل الاخرى نستعملها في الخمس دقائق الاخيره نتاع الطبخ هكذا باش ما نقتلوش الفيتامينات والاشياء الاخرى ف هذه النصيحة الأولى لابد أن ربات البيت يفكروا في هذا والشيء الثاني هو كاين هذه لا يسموها بيرسياد فرنساوية ونظن تعرفوها كلكم هو استعمال دائما في الأكل المعدنوس الثوم والبصل هذا كلهم فيهم صحة جيدة مطهر مضاد للجراثيم مرقق يعني هذا آه راح يساعد كثير واستعمال معدنوس آه شيء جيد جدا 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 خاصه كما قلنا مع استعمال توابل اخرى والبصل والثوم زنجبيل كل الاشياء هذه لو نفكروا في كل الاشياء اللي شفناها في الماضي ونستعملوها يوميا في 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 اكلنا راح نشوفوا بان الامراض هذه اللي منتشره في بلداننا ممكن ما تكونش وهنالك ايضا فيما يخص المعدنوس دراسات اخرى تقول بانه ممكن جدا مفيد وقائيا فيما يخص السرطان اللي هو راه داير حاله في بلداننا في بلدان المغرب الكبير فنكتفي اليوم بهذا المقدار وإن شاء الله في الأسبوع القادم راح نرجع لبعض كيفيات التعامل مع الأكل تاعنا مع البيئة تاعنا حتى ما نمرضوش احنا تكلمنا في الماضي على هذا لكن في الإعادة إفادة إن شاء الله وتذكرة لإخواننا اللي شافوا البرامج هذه مقبل للناس اللي التحقوا بنا فيما بعد اللي ما شافوهاش راح تكون تذكرة أيضا والآن نبدأ في المكالمات أولا الأخ بلال مصطيف سلام عليكم سلام عليكم سي بلال أخ الأخ منوبيل من تونس أخت منوبيل من تونس السلام عليكم عليكم سالي اهلا بك تي ربيك عايشك انا متفرج في البرنامج توا نعم ايه ما نعرفش انا ما على الحلقه هو يقول على الريجل اللي تقص عليها الريجل ما فهمتكش اختي مش حبيت آه. الو نعم انا نسمع فيك الان ما فهمتش عليك وش قلتي ربيك عايشك تفضلي بعدي شويه على التلفزيون <applause> لو تبعدي على التلفزيون وتتكلمي من التليفون انا اللي تقص علي فهمت؟ الو تفضلي تفضلي نسمع أتفضل قلت لك اللي راجل تقص علي شنو الحل باش نعمل باش ترجع لي اللي راجل أنت نتاعها يرجع عادي؟ الو ايوه قلت لك كيفاه نعمل باش ترجع لي اللي راجل؟ انا مدى ما ما أعرف ايوه وسمعت الحصة أنت تحكي على الكويت أيوة. المعدنوس تحب تحكي لي كيفاش نعمل كيف تستعمليه؟ أي إيه أنا أنا قلت استعماله فيما يخص العادة هو يا إما يكون شاي بالمعدنوس وإلا تشربيه كعصير باش العادة نعم لترجع العاده تمشي عاديه ممكن جدا انا كنت تكلمت على العاده اللي هي مش منتظمه اولا ثانيا العاده اذا كان فيها مشاكل تعمل الام وثالثا في قضيه عدم وجود العاده استعماله جربي لمدة أسبوع أسبوعين وشوفي لأن فيه احتمال كبير أن ممكن العادة ترجع لك إن شاء الله بحول الله إن شاء الله الأخت سارة من بجاية السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام الله دكتور حبيت نسقك فيك تفضلي أختي أه أنا مريضة عندي فيبروميالجي فيبروميالجي وي. من وقتها شو انت عندك هذه؟ أه صافي عندي 10 سنين. شحال شو عمرك؟ أه ما زلت صغيرة أختي، بجيك لا فيبروميالجي يعني عجيب. أنتِ أه أنتِ شفتي الوصفة نتاعنا اللي موجودة ممكن تنزليها من من الإنترنت؟ أه ما قلتها. عند عندك الإنترنت ولا ما عندكش؟ ما عنديش. ما عندكش الإيميل؟ ما عنديش، يسحبوكي ندير هذاك ما كاش كاش واحد بجانبك اللي عنده إيميل ولا؟ إيه كاين كاين معناتهم عندهم. خلاص أما شوفي تعم عندك حالتين، أه لا سيف غومياجي ماهيش شيء اللي ممكن الإنسان يعطيك نصيحة عليه أه وخلاص، هذا لابد له أه علاج معين لمدة معينة. الشيء الثاني، الشيء الثاني هذا ممكن تتصلي بنا على الايميل تاعنا اللي موجود على الشاشة، تتصلي بنا وتطرحي القضية تاعك نعطيك تعليمات فيما يخص هذا. شكراً. في, في فيما الشيء الثاني هو أن عندما تبعثي إيميل تجيك رسالة، رسالة توري لك كيفاش تنزلي الوصفة، عندنا وصفة فيها 12 صفحة. هذا الوصفة هي بالعربية ولا بالفرنسوية تخيري وهذه تعطيك تعليمات كيف تقلي من مشاكل انت ممكن تاع لا هذه لان في هو موش علاج لكن تعطيك نصائح كيف تغيري الاكل تاعك بطريقه ان ممكن الاعراض نتاع لا تقص عليك لكن هذا ما ما, ما تستغنيش على آآ علاج آآ آآ انت مش عارف رحتي الان اطباء طبعا. رحت ماشي واحد رحت 20 طبيب و 20 طبيب اي خلاص هنا ترجعي وعاده الناس كي يكونوا فضلوا مع انتهوا مع الاطباء يرجعوا لينا فاهلا اكت اكت بلى ان شاء الله ونعطيك الارشادات اللازمه. أو موش تبقى. علاج نعطيك ارشادات كي وين تروحي او كيف تعاملي او كيف تاخذي علاج. هكذا شكرا اختي. الاخ علي من تيار السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ بارك الله فيك الله ينورك. الله يسلمك. أنا جربت الصيام العلاج ما شاء الله. الله, الله يبارك. الاكل كلش الماكله تاعي طبيعي الحمد لله رب العالمين. يعني فيها الفائده كثيره جدا. بارك الله آه فيك. وعندي مشكل سي طبيب تاع عندي لافلي البيت. وايش عندك؟ لافلي البيت عندي رجلي اليسار يتنفخ شويه. ومن أيوة. بعد ذاك اللي سوا تاع الرسمه تاع الشميه تاع اللي به هذاك يلقاهم نقصوا لي واحد آه 40% تبقى ولي هو 61%. كاش راه ما تنصحني بالعشبه ولا حاجه. ايوه انت جر 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 جربت الوصفه نتاعنا هذه ولا ما جربتش؟ ايه جربت ايوا التعديل انا 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 من التعديل الاكل والصيام العلاجي ديت صمت جوج خطرات خطره خمس ايام خطره ثلاث ايام. ايوا. ولكن انا ناكل غير ما كان طبيعي ما رانيش ناكل كيما السكوار راني نشري طبيعي كيما الفرينه ما ناكلهاش كاع ناكل الشعير والقمح. ايه. أيوة. يعني إيه. شوف خويا انت ممكن تشوف كش واحد يكتب لنا في حالتك تطرح لنا حالتك بالتدقيق إيه مش مشكل مش مشكل خلاص اكتبها لنا اذا شفنا بان فيه شيء ممكن يصحك به الانسان الله يبارك والا ندلك على علاج معين بارك الله الله يسلمك وخلاص انت انت استعملت اولا الاشياء الاوليه هي فاتك شويه الا ان ما طبعا اذا كان مرض أه تمكن في الانسان لابد ان الانسان يمشي يعمل اكثر من الاكل صارت لي في ايوه ولا عندك اش ولا ما نعرفش طب ما ما نعرفش ما بعد تنفع تنفع وقت الاخر دار الدوكليا وقالت لي واحد الطبيب باش ما عندك لا ولا في البيت خلاص ان شاء الله اكتب اكتب لنا ونشوف ممكن ننصحوك شكرا جزيلا الاخ موسى من ورقلاء الو السلام عليكم حكيم السلام ورحمه الله وبركاته واش راك خويا لاباس الله يسلمك تفضل الحمد لله خويا الحكيم عندي مشكل في الاسنان تاعي ايوه كيفاش؟ الشغل تبدل لو نتاعهم جاتهم صورية معينة معينا حتى رحت نام للطبيب وما رجعوا رجعت الصورية وانت تتكيف ولا ما تكيفش؟ ما نتكيفش ايوه ما تخش اي حاجات اللي ممكن تاثر عليك تاثر على الاسنان ما بالك من الصغر جاتني في الكبر من الصغر هكذا أيوة الاكل تاعك واش تاكل الاشياء الطبيعيه هكذا اللي موجوده في البلاد ولا ناخذ احتياطات دي, دي, دي في المنزل ناكلها ايوه الأس قض 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 قضية الأسنان قضية الأسنان يعني إذا كانوا بدأوا يصفاروا بعض الأحيان يصفاروا بعد يقولوا يكحالوا ما عندكش مازال مازال الكحوليه ما, ما جاش في مرحله الكحوليه مازال ما كانش اي والله هل يوجعوك ما يوجعوكش؟ ما يوجعونيش يا حكيم خلاص اما شوف مثلا حاول آه تعرف البيكربونات ما اعرفهم آه البيكا البيكربونات دو سود هذا خوض منه ملعقه ايوه كل صباح وديرها في شوية مسخون خلو ضقعيتك وبعد ما تكون نقيت نظفت سنانك نظف به نظف به وثان في الليل قبل ما ترقد ممكن تعمل شوية منه في في الفرشاة الأسنان وتعمل به في عوض الدونتي فريس ما تستعملش الدونتي فريس <applause> تستعمل استعمل البيكربونات دو سود فيه علاج كبير لكن ما نضمنلكش انه نعم راح ينحي لك الاصفرار اصفرار الاسنان لان الاسباب تاعها مانيش عارفها الى حد الان لكن هذا يساعد كثير على تنقيه الفم وعلى تنقيه الاسنان ايضا شكرا يا اخي الاخ كمال من قسنطينه السلام عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بك عشرة حاكم الله يسلمك بارك الله فيك والله يا حاكم راه السقسي كبر كما عندي انا قاعد ندير زوج حبات كرطوس كل نهار ما تشفيش في الفيسبوك كلها من عندك ما أعرف نحطهم في زيت عرب ونشربهم الصباح ناكل الصباح زوج كرطوس في زيت عرب كرتوس يعني حبيت تقول تين طروس وستر تاع هذيك حبيت تدخل التين الكرتوس يعني اا ها الكرتوس تين الكرموس هي. يعني الكرموس اللي المجفف بعدك. الله يبعي تاكل زوج حبات كل صباح انا عمي ايوا ليش زيد قالوا لي انه هنا نهذه لا بروستات تاع الضهر صفر لا بروستات اه الكرتوس الكرتوس اللي نهيكه ينحى يصفر من الضهر مظهر مظهر ايه ممكن هذا علاج هذا علاج يبدو انه منتشر في الجزائر انا ما ما نعرفه الا ان واحد كان اعطانا شهاده قبل اسبوعين يبدو لي ويقول انه باباه او اعطاها لنا على الاقل كتابيا يقول ان ابوه كان يستعمل الكرتوس او الكرموس في زيت زيتون وكان عنده مشاكل في البروستات ماشي في ظهره ويبدو انه زال ممكن اذا جربتها ومشالك فدنا بها هذا الى جزائري انا ما نعرفوش لكن في شهادات <applause> نعم كنت تهضر على المعدنوس المعدنوس مليح على مشاكل للبولارة مليح لماذا؟ المعدنوس ما ما مليح المعدنوس كي تشربوا مليح لا نقولوا لي سيرين ولا هذيك لا ايه مليح انا تكلمت على الجهاز الجهاز البولي مليح كل شيء مليح قضايا لا مليح للكلى مليح للمراره كل 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 الاجهزه هذه مليح لها نتكلمت تكلمت عليها ممكن تعاود تشوف الحصه غدوه من ذاك غدوه الصباح على التسعة ونص يعني 10 ونص عندكم وتتوضح لك الامور ان شاء الله شكرا يا أخي الأخت سلمى من العاصمة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أه حبيت نسقسيك بو أنا عندي أدينو فيبروم ونورمالمون حدي أوبيراسيون باش نحيهم حبيت نعرف أسكو كاين بوسيبيليتي باش يروحوا بلا ما دي أوبيراسيون وإلا ما كاش ولازم أوبيراسيون أسك صح يعاودوا يولدوا عندك دي فيبروم ياك وي وي Oui, il y, a des possibilités, il y a des possibilités en médecine naturelle. Mais euh, ça dépend de, de la grosseur, ça dépend du nombre de fibromes, euh, d'une part. Et le traitement peut durer quelques, plusieurs mois. D'accord. C'est une, une possibilité. Si vous voulez bien euh, m'envoyer un e-mail en précisant que c'est des fibromes, je pourrais okay, euh, discuter avec vous de la chose. D'accord, merci beaucoup. Allah y salme et kute. Au revoir, merci. B'salama. Oui. Akhnabil bin al-Bouira. Oui. Akhnabil. Oui. Akhnabil, oui. salam alaykoum. Wa alaykoum, salam alaykoum. sous ايه حاب نعتني مع الطبيب برك الله هاك آه معايا تفضل خويا راني مع الطبيب نعم ايه عندي راسي يبرد لي راسك يبرد ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله راني مع الطبيب نعم ايه انت عندك شعرك ولا ما عندكش عندي عندي عندك شعر ويبرد لا لا عندي الملقي انت اي تبرد شو الراه هذه تدخل داخل فيها اي أيوة والله وتبرد هذه في فصل الشتاء فقط ولا حتى في الصيف؟ في الصيف سخانه ضرني اه ضرك سخانه يعني عندك عندك حساسيه شويه. اي أيوة وعندي في الشتاء هكذا ولا يبرد ولازمني كوفريه ديما. اي والله. اه. اي أيوة والله. أيوة أيوة آه, اه انت احنا تكلمنا على القرفه والقرنفل والزنجبيل. اه. أيوة؟ تكلمنا عليهم في الماضي، هذو كاع يسخنوا الانسان. ايوه فممكن تعمل منهم شايات تقريبا ثلاث مرات في النهار وش آه، ندير؟ القرفة؟ آه، قرفة، قرنفل، زنجبيل ايه كركم كركم ايه دير انت خلطهم هذو درسهم وخلطهم وتاخذ منهم ملعقة تاع قهوة ايه ديرها في كاس وفرغ عليه ما ما يكون غير مغلى فرغوا عليه وخليه واحد خمس دقائق ايه من بعد صفي وشرب نشرب ثلاث مرات في اليوم هكذا ايه ثلاث مرات تشوف غالب الحين توجد ان تجيك حراره ممكن تعرق شويه ولا الا ان في وقت البرد الناس اللي عندهم حساسيه للبرد هذا راح يساعدهم كثير ايوه ومن بعد راسي هكذاك نكبريه ولا نخليه؟ تكفري واشنو؟ عندي عندي راسي ما مكبر هكذا. اي خلاص جميل. انت درك الى عندك حساسيه هنايا ما تغامرش اولا غطي راسك هي. بما ما تنظرش يعني الانسان هكذا. انت غطيه في الشتاء لانها تبرد وغطيه في الصيف لانها تسخن. دونك عندك حساسيه. عندي. فهنا في الشتاء خذ هذو باش تأ... باش تأ... تقوي الحراره تاع جسمك وان شاء الله راح تساعدك على الحساسيه هذه. اما في الصيف طبعا ما شربش هذو لان عندك دي الحراره تزيد تطلع وتضرك هكذا هاي بسلام عليك <applause> اخ حسن من ايرلندا السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا بك آه الحمد لله انتم على باس الله يسلمك بارك الله فيك تفضل الحمد لله آه بس عندي اخت عندها تصفح آه آه تصلب العصبي هذاك تاع الظهر نعم ما سمعتكش عندها تصلب بالصفيحي. ايوه. وحبت اعرف اسكو كاين دواء يعني كتربي دواء جديد هذاك اللي خرج انتير فول اسمه هذا. وحبت اعرف اسكو كاين دواء يعني طبيعي اللي يقدر لها يقدر يساعدها مي. يعني في في المرض تاعها. وي. شوف خويا هذو الامراض هذه ماهيش امراض سهله اللي الانسان ممكن يعطي عليها نصائح غذائيه ولا هذه ممكن اذا كتبت لي اطرح لي القضيه تاعك اذا شفت ان فيه امكانيه علاج وغالب الاحيان العلاجات موجوده الا انها طول اطرح المشكل هذا وان شاء الله اذا شفت انه مرض خطير ولو كان عندي وقت نجاوبك نجاوبك عليه إن شاء, الله. ان شاء الله لأن يعني كثير, إن شاء الله. كثير من الاشياء اللي يطرحوها لنا الاخوه والاخوات تخرج من نطاق الحصه هذه حصه هذه نصائح غذائيه وتطبيقيه بصفه عامه اذا كان مرض يحتاج الى علاج طبيعي معين لابد ان الناس يتصلوا باش نحثهم على علاج وهذا العلاج ما يكون الا بعد كونسلطاسيون بعد ما يشوف الانسان الانسان المريض هذا ويتحقق معاه لمده ساعه ساعه ونص باش يقدر يعمل له علاج موش ماهوش سهل ما فيش امراض مزمنه او امراض خطيره ما نقدرش نعطي وصفه على الهواء هكذا هيا بالسلامه اخويا أه نكتفي بهذا نصيب من المكالمات والمكالمات قيل لي بأنها كثيرة مع الأسف ما يكفيناش الوقت إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم وكما قلت راح نتكلموا على أشياء يعملها الإنسان يوميا في الأكل في, في البيئة نتاعو اللي راح تحفظه من كثير من الأمراض ولو أنها تبدو أنها بديهية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you